بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرسين الماضيات نفسر إذا الشمس كورت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الآن في الدرس الماضي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، لعند والصبح إذا تنفس. طيب، الآن القسم جوابه، نشوف القسم وجوابه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هاي جواب القسم، إنه لقول رسول كريم. إذن أما الربط، نخلي شوية الربط، لابد في النهاية أن نربط بين القسم وجوابه. لماذا أقسم بالخنس؟ ووضحنا إيش الخنس؟ نعم، ولا كيف؟ هو قلنا في قضية الله شرحنا، ولكن هو في النهاية طالما في جواب قسم، إذن هو قسم، ولكن بينا متى يقال لا أقسم في المرة الماضية. الخنس الجوار الكنس، الليل إذا عسعس بينا إيش عسعس، صبح إذا تنفس بينا إيش تنفس. إنه هون بشكل عام مش فقط في القرآن، في أي كتاب يكتب، إذا بتلاحظوا لو أجا واحد عم بكتب مقدمة بقول إنه خلاصة أفكاري، شو يعني إنه خلاصة أفكاري؟ يعني هذا الكتاب اللي عم بكتبه، بشك هذا الكتاب اللي بكتبه. فهون الكلام إنه عن إيش؟ عن القرآن، وهذا في القرآن كثير، يشير إلى القرآن الكريم باعتبار إنه هو اللي يحدثك القرآن، بشك. إذن إنه لقول رسول كريم. نشوف أولا، هو سبحانه وتعالى قال إنه لقول جبريل. لو كان قال لقول جبريل هذا بيعني إنه القرآن كلام جبريل، لكن لاحظوا شو قال سبحانه وتعالى، إنه لقول رسول. إذن عندما يقول الرسول، عندما يقول الرسول بصفته إيش؟ مبلغ لرسالة، يعني معناته مش هو صاحب الرسالة، بشك، لأنه هو رسول مش هو اللي بيتكلم مباشرة، ما بيحتاج رسول، الرسول معناته مش هو. واضحة هاي؟ إنه المقصود القرآن، لا لحظة التأكيد، إنه لقول رسول. مين الرسول هنا؟ مين الرسول؟ هنا واضح الراجح في الكلام، يعني من خلال السياق وما يروى، هنا المقصود إيش؟ جبريل عليه السلام. في حين الرسول الكريم في سورة الحاقة، هناك السياق بيقول إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في سورة الحاقة الرسول الكريم، السياق يقول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، هنا مين؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول
كريم. بدي ننتبه هنا قبل نفسر كريم انه في عندنا المرسل الله، ثم الرسول من الملائكة، وراح تلاحظوا اوصافه، اوصاف الرسول من الملائكة، ثم عندنا نحن نعرف رسول البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بدل راح تلاحظوا قديش الرسالة هامة وضخمة. الله، الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مطلق الوجود، مطلق العلم والقدرة والحكمة، يتصل فينا احنا البشر ويبعث لنا مين؟ رسول، افضل خلقه من الملائكة. والمخلوق خلق هائل ليقوم بوظائف منها حمل الرسالة. هذا بدل الآن يريد الله سبحانه وتعالى يشعر البشر ضخامة هذه الرسالة. ومنوضح أكثر لقدام شوي إن شاء الله. إنه لقول رسول كريم. طبعا أول ما بيخطر في بال الناس في تعبير كريم إنه المقصود فيه يعني الجود، لا، الجود هي الجود من آثار كونه هو من صفاته أنه كريم. يعني إحنا الذي يجود نقول أنه كريم، بس هو شو هو الكريم؟ الكريم بتحمل معاني. أولا الشيء لما يكون نفيس وإله قيمة، إله قيمة في ذاته، إله قيمة في ذاته، نقول عنه كريم. حتى الحجارة اللي منشعر إنه إحنا إنها قيمة في ذاتها ونفيسة، شو منقول؟ أحجار كريمة. كريمة من جهة إيش؟ كونها نفيسة ولها قيمة في ذاتها، ولها قيمة في ذاتها. ولما نقول فلان من قوم كرام، مش يعني طول نهارهم بفتوا مصاري، قوم كرام، لا، لأنهم كرام تجد عندهم جود. طب شو يعني كرام؟ يعني فيهم شرف في ذواتهم، ذواتهم شريفة. لحظة، صفاتهم حميدة، بعيدين عن الصفات المذمومة، فنقول فلان من قوم كرام. إذن إيش كرام؟ شرفاء. لحظة، صفات محمودة، بعيدين عما يذم. فهذا الرسول أولا كريم، فهو إذن لاحظوا شريف في ذاته اللي الله خلقها، مثيله ما فيش، ما هو النفيس غالبا بيكون مثيله ما فيش، صفاته محمودة هذا الرسول، بعيد عن كل ما يذم، هذا كريم. وعلى فكرة الكريم برضو اللي له آثار نافعة بيكون كريم. فانت مثلا انت اذا شربت شراب كريم، ايش يعني؟ يعني الشراب اللي شربته مردوده ايش؟ مردوده ايجابي، تمام؟ طيب، وفي رزق، رزق كريم، وفي، بس الان بدناش نوقف كثير عند كريم. اذا انه لقول رسول كريم، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. اي واحد. إذن على فكرة من أهم الصفات اللي بيحتاجها أي رسول ومن بعد الرسل، يعني الدعاء، إنه يكونوا من قوم كرام. شو يعني؟ يعني عندهم شرف في ذاتهم، صفات محمودة، بعيدين عن المذمة، حتى الرسالة توصل للناس، بشك؟ فتصوروا لما بيحمل الرسالة إنسان في صفات مذمومة، ما هي هذه رسالة كريمة أصلا من رب كريم، كيف بده يحملها؟ مش هي من رب كريم ورسالة مكرمة؟ ولاحظوا قضية التكريم، التكريم لما نرفع من منزلة إنسان ونمتدح أخلاقياته والتفاصيل، تكريم. طيب، أنت
ومكة المكرمة اللطيف، مكة المكرمة لأنها ذات شرف والناس بكرموها لأنها ذات شرف، شك بكرموها يعني إيش؟ يعني بيبعدوها عن كل ما هو مذموم ويقدموا عندها ما كل ما هو جيد. والقرآن كريم، ويستلزم من كان كريما انه يكون جواد ومعطاء. لذلك بدخل في موضوع من اثار انه كريم، من اثاره العطاء. لذلك عطاء القرآن لا ينتهي، عطاء القرآن لا ينتهي. اذا من اثار انه كريم معطاء، معطاء لهم مغفرة ورزق كريم. طيب الان بدناش نخوض في كريم كثير، كرام بررة. طيب جميل. إذن إنه لقول رسول كريم، الآن وصف لجبريل، ذي قوة. ذي قوة، خلينا نوقف عند ذي، هو لأنه طبعا هنا منصوب، عفوا في قبلها إنه لقول رسول، أما جرورة مش هيك؟ مش هيك؟ فمعناته لقول رسول كريم ذي، ذي قوة. طيب نشوف اول شيء ايش الذو. ذو، واحنا نتوقف اذا بتلاحظوا في عند كل لفظه، ليش؟ لانه في النهايه بيفتح لنا افاق في فهم القران بشكل عام، ودقه التعبير القراني. ذو، بفسروا ذو، ذو بقولوا بمعنى صاحب، صاحب. هو لما بفسروا ذو بمعنى صاحب بقصدوا يفسروها بأقرب المعاني، مش معناها صاحب، أقرب شيء. لأنه فيش إشي اسمه، خصوصا في القرآن الكريم، فيش إشي اسمه ترادف، بمعنى ما في لفظة بتحل محل لفظة في المعنى، ولا حرف بحل محل حرف إطلاقا. بالتالي ذو مش معناها صاحب، انما ذو، ذو معناها قريب من صاحب. طالما معناها قريب من صاحب، خلينا نميز بين ذو وصاحب، نميز بين ذو وصاحب. الصحبة، الصحبة فيها نوع من الملازمة، شك مرات بتلازموا في الطريق 10 أيام، هذا صاحبه في الطريق، شك. واللي كانوا مع يوسف عليه السلام في السجن أب أما ندري كم سنة، يا صاحبي السجن. وبجوز هذول المساجين بالذات يعني ما أبو أكم من يوم وكانوا منتهي أمرهم، شك. يا صاحبي السجن، في نوع من الملازمة لفترة، ممكن الطول أو تقصر، ممكن الطول أو تقصر. إذن طيب، هل ذو فيها معنى، فيها معنى الملازمة؟ نعم، أي واحد ذو فيها معنى ملازمة. طب إيش إيش بفرق ذو، ذو عن صاحب؟ أولا الملازمة في ذو أكبر. اثنين هذه عبر المثال الآن، في فرق بين ما أقول صاحب علم وبين قولي ذو علم. اذا مين ملازم العلم؟ بلازمه اكثر وبلازم العلم ذو علم. اثنين، مين المتمكن من العلم اكثر؟ ذو، في تمكن، في تمكن. هذا مش موجود في صاحب. صاحب فيها ملازمة، لكن عندما تكون الملازمة شديدة ويكون في تمكن، شو بنقول؟ ذو، ذو، شيك. فبالتالي ذو الحكمة ممكن نقول فلان صاحب حكمة. مين أرقى منه؟ ذو الحكمة. إذا مش بس ملازمة، ملازمة شديدة وتمكن، صار كأنها قربت تصير إيش؟ صفة، من كثر ما هو في تمكن. ولذلك هل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه إنه هو صاحب؟ لا،
أنا بقول لا ما استقرأتش مظبوط. أنتوا يعني عمركم شفتوا في النصوص بسمي نفسه صاحب، ولكن بقول ذو العرش، لأنه لاحظوا هيمنته على العرش سبحانه وتعالى وحاكميته للعرش حاكمية هائلة. تمام، لاحظوا التمكن، ذو هو ذو العرش، ومش أصبح العرش صفة من صفاته، لا، هون فيه الهيمنة، لأنه دائما الخالق ذو الجلال. هاي صفة ذو الجلال والإكرام، بس ذو العرش في قاهرية زي ما بيقولوا وحكم وسيطرة. إذن ميزنا إن شاء الله بين، بشكل عام بصير ورد في القرآن قضية المصاحبة، ورد الآن الذو، بصير ببساطة. وممكن تستشكل على الناس على فكرة، ليش أنا ركزت شوية، ممكن يستشكل على الناس ذو العرش، لأنه مرات تلتبس صفته زي ذو الجلال، لأنه جلاله مش فقط ملازمة، جلاله صفة خلاص، بشكل فهو ذو الجلال. طب والعرش؟ لا العرش، لأنه قلنا الذو بيزيد على الصاحب إنه ملازمة شديدة، ثم هيمنة وسيطرة وامتلاك وتحكم. مين بيمتلك العلم إذن أكثر، صاحب العلم ولا ذو العلم؟ ذو العلم. خلاص أظن إن شاء الله تكون وضحت. في وصف جبريل عليه السلام إذن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. طب وصف أيضا جبريل في مكان ثاني إيش؟ ها؟ في موضع ثاني من القرآن. بدناش مرة الآن، هاي مرة فيها تفسير غير. علمه شديد القوى، لأنه هو وصف لمين؟ جبريل عليه السلام. علمه يعني علم محمد صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. هون ذو قوة، قوة لإيش يعني؟ هل قوة في بنيانه الخلقي، قوة في ملكاته، شيك؟ ما هي القوات، القوة مرات بتكون عندنا احنا تتعلق بالجسد القوة، ومرات تتعلق بالقوة الإرادة، قوة التصور، التفاصيل، شيك؟ لكن هون منكرة ذو قوة، قوة تتعلق يبدو الدرجة الأولى هنا في موضوع الرسالة وتبليغ الرسالة وحفظ الرسالة والتفاصيل هاي كلها. ذي قوة عند ذي العرش مكين. تصوروا هذا المخلوق المكرم انه له عند الله مكانة ايش؟ راسخة. ايش هذا؟ تصوروا هذا من صفات من يحمل الرسالة إلنا. شو يعني إحنا معناته؟ وإحنا بنحتقر حالنا أحياناً وبنحتقر بعضنا. كل هالأوصاف هاي، هذا اللي بده يحمل رسالة من الله لمين؟ إلنا. عند ذي العرش مكين. لاحظوا في سورة يوسف عليه السلام، فلما كلمه، لما الملك كلم يوسف، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني أنت الآن في موقع ما بزحزحك إشي، عندنا مكانتك، لاحظوا، مستقرة ثابتة قوية. أنتوا لما كنت بدكم تفحصوا شيء ماكن ولا مش ماكن، شو يعني ماكن وماكن؟ يعني ثابت ومستقر وقوي، هيك هذا ماكن عندكم، مش هيك؟ ثابت ومستقر وقوي، فبتحاولوا تشوفوا ايه ماكن، ثبات وقوة، استقرار وقوة.
فلما تكون لما يكون مكين يعني مكانته ما فيش شك في انها قائمة ومستمرة عند ذي العرش. تصوروا عند مين المكانة هاي؟ عند مالك الملك. ما جاش الوقت طبعا نفسر ايش العرش لانه مش وقته الان نفسر العرش. اذن انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكانته عند الله. طب ايش يعني عنده؟ عنده العندية، عند الخالق. بسرعة بدنا نمر ان شاء الله. لما تحدثنا عن مفهوم القرب من الله، انت متى يكون الانسان قريب او بعيد؟ مثلا اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. في حالات لها خصوصية، في اماكن، في ازمنة، وهذا لانه سبق انه تحدثنا فيه، بديش الان اوضح اكثر. ولكن اينما تكون التجليات الربانية اكبر فانت اقرب، ولذلك اقرب ما تكون في الجنة لانه هناك التجليات الربانية. معناته لما يكون مكانته عند ذي العرش، عند اول شيء، عند لما قالت ربي ابني لي عندك بيتا، لانه تجليات الخالق وين؟ بالدرجة الاولى. انه اذا مفهوم القرب والبعد، الان مفهوم القرب والبعد وين بتكون؟ في تجليات الخالق اكبر فانت اقرب. في ليلة القدر التجليات اكبر فانت اقرب، في المسجد الحرام التجليات اكبر فانت اقرب، التجليات وانت ساجد فانت اقرب، مش هيك؟ لما تجلى لموسى عليه السلام في مكان محدد، معناته في هذا المكان الوادي المقدس طوى هو اقرب. وين في تجليات تكون؟ واعظم التجليات تكون وين؟ في الجنة. إذن شوفوا القرب الان عند، إذن تجليات الخالق على هذا المخلوق غير متصورة. عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين، مطاع. ولذلك انا اشك انه هو مش بس رسول لنا، يعني جبريل عليه السلام جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد لنا، ويبدو انه رسول للملائكة، لانه جلال الخالق حتى جبريل المقرب اللي عند ذي العرش الى حدود. لذلك ليلة المعراج في الحديث الصحيحة جبريل عليه السلام لمكان محدد، خلاص ما استطيع، هذا اللي عند والمكين، لانه تنسوش هذا رب ذو الجلال عند ذي العرش مكين مطاع. من مين مطاع؟ معناته ملائكة السماوات تطيعه، فهو الاول. لاحظوا، رسول الملائكة رسول إلنا، رسول الملائكة رسول إلنا. هذا الآن على فكرة ببين إيش هذا كله، مطاع ثم أمين، ثم هي طبعا وردت في القرآن الكريم مرات قليلة جدا، يعني مثلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة. فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم. ايش كمان؟ في كمان واحدة غير هاي اللي ما طيب نسيت. اذا اينما تولوا فثم وجه الله، واذا رأيت ثم رأيت،
وأزلفنا ثم الآخرين. هاي في قصة موسى عليه السلام وشق البحر التفاصيل. أزلفنا ثم الآخرين. إذن هذول تقريبا الثلاث، وهذه الرابعة في القرآن الكريم، ثم غير عن ثم طبعا. ثم التراخي في المرتبة، تراخي في المرتبة. ثم هذه بقولوا إنها اسم إشارة، ظرف مكان، ظرف مكان تقريبا بمعنى هناك هنالك هناك. طب كيف الآن بدنا نوضح المعنى؟ نوضح المعنى بالإشارة الآن. لحظة نوضح المعنى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يعني هناك الأمانة، هناك الأمانة. إذا في أمانة وين؟ في جبريل. ولأنه دير بالكم اسم الإشارة للمكان البعيد فيه إيش؟ مرات تعظيم للشيء. كيف لما قلنا في ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وين أنت وين الكتاب؟ ذلك. وثم هي اسم إشارة للمكان البعيد، ظرف مكان للبعيد. فكأنه بده يقول مطاع ثم أمين، هناك الأمانة. إذا في أمين هناك، يعني شو هناك؟ مرتبة عالية، مرتبة عالية في الأمانة. كيف؟ الروح الأمين، مش هيك برضو في القرآن إنه سمى روح أمين، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين، لأنه هي الرسالة بالدرجة الأولى، هي بتحتاج على فكرة رسالة قوة في حمل الرسالة وأدائها وحفظها، وتحتاج إلى أمانة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الناس يسموه قبل الجاهلية إيش؟ الصادق الأمين. يعني تمهيد هذا للرسالة. شو بتقولوا عنه؟ صادق أمين. ليش؟ لأنه راح يحمل رسالة. فالله سبحانه وتعالى كان مشهدهم إنه الصادق الأمين، مجربينه 40 سنة. 40، هو بعد 40 يعني في حدا بيغير وبدل بعد 40؟ ها؟ مطاع. إذن هو رسول كمان للملائكة على فكرة، مطاع من قبل الملائكة. ويفترض بالرسول الأرضي، يقصد من البشر، إيش يكون؟ مطاع. ولحد الآن مطاع، وليوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع، مش هيك؟ في بشر مطاع مثله؟ في بشر مطاع مثله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا بتعرفوا ممكن يكون في بشر عبر التاريخ كله مطاع زي الرسول؟ ما أنتوا بتطيعوه في السر والعلن. أكم من مليون إنسان مسلم يطيعوا بالسر والعلن، مش هيك؟ ليش بقول أكم مليون؟ هم على فكرة المسلمين في إحصائية من 3-4-5 سنين 1,800,000,000، قربوا شوي يصيروا مليارين، وإحنا بعدنا منقول 100 مليار، قصدي المليار، مليار مسلم، مليارين أخرى شوي. لذلك في أمور بتفرض في الأرض خلصنا، والناس كلها بتقبل على الله. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم، هون جت صاحبكم، هناك ذو، هون صاحب، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبوا 40 سنة، هم يعني في نوع من الملازمة، مش هيك؟ في مكة كان يلازموا ويلازمهم في الضيافة، في المجالسات، في كذا الأخير، رايح جاي كذا، صاحبهم مش هيك؟
اللي هو نوع من الملازمة بتعرفوا اتهموا بإيش؟ طبعا هم يعني محاولات الاتهام هاي دائما لما بيفلسوا الناس المخالفين للدين الحق بيبدوا يعطوا تهم، مش قضية تهم، ويلفقوا ما قدروا يقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم او يواجهوه فكريا. من ضمن التهم ايش؟ انه مجنون، ويبدو انه مجنون بالنسبة لهم. احتمال كما تعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رأى جبريل اقل شيء مرتين على صورته الحقيقية. الملائكة على ما يبدو عندها القدرة انها تتشخص، يعني هذا من ضمن قوتها، قدرتها على التشخص، امكانياتها. احنا مثلا ما عندناش امكانية، هو عنده امكانية التشخص، لذلك تشخص في صورة رجل. جبريل عليه السلام في حديث صحيح إذن ممكن يتشخص في صورة بشرية. كيف؟ مثلا ضيوف سيدنا إبراهيم عليه السلام برضو مش كانوا متشخصين؟ متشخصين بصورة رجال. طب ليش مش صورة نساء؟ صحيح هم كانوا يتهموا الملائكة بأنهم إناث، المشركين بيقولوا وصفوا الملائكة والقرآن أشار لهذا بأنها إناث. هو معظم التشخص اللي بنعرفه صورة رجال، هم رسل. هذه طبعا أسرارهم، أسرار العالم الملائكة وكيف يتشخصون. واليوم في أفلام الخيال العلمي البشر برضو بيحاولوا شخص. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الأرض، وكما ورد أنه كان يملأ الأفق بصورته الحقيقية. والآن القرآن راح يشير لحادثة من الحادثتين. ثم لاحظوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم انه هو رأى جبريل. الدليل انه ببلغهم انه الله سبحانه وتعالى يقول أفتمارونه على ما يرى. كمان بتناقشوه بتجادلوه في اشي هو اللي شافه مش انتوا اللي شفتوه. أفتمارونه على ما يرى، اذا معناته كاينين قريش مالها عندها خبر بالموضوع. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، لانه هناك اذا بتلاحظوا عند سدرة المنتهى لما قال جبريل عليه السلام للرسول انه الان اقدم انت انا لعند هون. ولقد رآه نزلة اخرى عند تعبير نزلة، لقيت هذا مش لو منفسر الآيات كان ممكن شو ليش قال نزلة. ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة عند سدرة المنتهى. كيف بقى احنا مش موضوعنا سدرة المنتهى الآن. ماشي، ما هو لما نيجي وقت التفسير نشوف، اما الآن احنا بصيرش نتوه في التفسير، خلينا في الاشي اللي احنا فيه وإلا منستفج. طيب وله كثير. نهينا لنا تقريبا سنة وثلاثة أشهر مش هيك في التفسير، قديش قدرنا نفسر؟ شوي يعني، فأنتم جيد تكونوا مشتاقين. طيب لطيف. إذا رأى وقريش بتعرف، ولذلك ممكن من قضية تهم الجنون انه بتهيأ له، لانه المجانين بتهيأ لهم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين.
وعلى قضية الرؤية على فكرة يبدو الرؤية حتى تكتمل الصورة، صورة يقين الرسول بالرسالة، بمعنى مش فقط بسمع، مش فقط بسمع وأنا ما لحظة بسمع ولا أرى، مش فقط بسمع ولا أرى وهي الرسول في صورته الملائكية، هيك بتكتمل إيش؟ تكتمل الصورة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مش بيجيك، مش بيجيك في أذنك ويطرح في ضميرك، لا، هايو. وإذا به ما يمكن يكون معهود، لذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه لما رأى بالصورة. طب أغمي عليه ليش على فكرة؟ لا، ما تظنوش إنه فقط بيغمى على الإنسان من الخوف، ممكن من جماله، من جماله المذهل كمان وضخامته. تصوروا لما نقول بيملأ الأفق، الأفق إيش هو الأفق؟ يعني اللي هو الامتداد الهائل هذا في أطراف السماء اللي تبدو لنا غير متناهية، تبدو لنا غير متناهية. فلما يكون طبعا ما بيعطينا صورة بالضبط عن الحجم هذا الكائن المكرم، ليش؟ لأنه كل ما اقترب بسد أفق أقل، كل ما ابتعد بسد أفق أبعد، لأنه نجمتين مرات احنا بنشوف هنا بجنب بعض بكون بينهم مليارات الكيلومترات نجمتين. إذن كل ما كون، والقرآن في مكان ذكر الأفق الأعلى، الأفق الأعلى، لأنه على فكرة كل ما كان أعلى الأفق بيعطيك صورك أوضح. شو أوضح؟ لأنك أنت بدك تشوف الحدود، أنت بدك تشوف الحدود، بس ممكن لما يقترب، لما يقترب بيعبي الأفق وبتشوف الجزء، بتشوف جزء. ولقد لحظة، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق معروف مش هيك؟ إذا أطراف السماء، أطراف السماء اللي لا تكاد تنتهي، كل هذا شو بنسميه؟ أفق، أفق شرقي مثلا، أفق شمالي، جنوبي، غربي، أفق مش هيك؟ ولقد إذا رآه. وهناك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رآه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش فقط بسمع، مش فقط سمع، ورأى هذا الكائن المكرم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. نشوف المبين، نشوف المبين. لما يكون عندي ضوء، الضوء الضوء إذا بتلاحظوا هو بذاته واضح وبين، ثم هو ينعكس على الأشياء فيبينها. إذن المبين فيها المعنيين، هو واضح في ذاته يعني وضوح كامل في الذات، ثم موضح بشكل. لذلك لما أنت تبين عن نفسك أنت توضح وتبين المبهم، الأشياء المبهمة تبين. فهو مبين من جهة نفسه، كيف لما أقول مثلا مجلي، مجلي للآخرين مش هيك؟ مجلي للآخرين. مبين فيها معنى من ضمن معناها مجلي فالأفق. إذن هو لما رآه على فكرة في الأفق الذي هو غاية الوضوح، ثم أي متواجد في الأفق، الأفق نفسه إيش ببينه. ممكن يكون من أسرار تكوينة الملائكة على فكرة، من أسرار تكوينة الملائكة، بحيث لما رأى الرسول رأى بوضوح كامل
المكان اللي رأى فيه أفق منكشف واضح، هذا منكشف واضح كاشف موضح، هذا المبين. الأفق أفق منكشف، لأنه مرات الأفق بيكون في غيوم، ممكن يكون في ظلام، ممكن يكون في غبار، ممكن 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 ممكن. لا، هذا الأفق الذي رأى فيه جبريل عليه السلام، رأى فيه الأفق، لاحظ واضح منكشف تماما، واضح وموضح وكاشف، موضح، وهذا بتحتملها كلمة مبين. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. طيب قديش معنا؟ قديش؟ طيب ألا تفيد البعيد؟ بلى، ما هو في أفق أعلى وفي في محل ثاني قال الأفق الأعلى، بالأفق الأعلى بشكل أفق أعلى. هناك أكثر من أفق. وإذا بتلاحظوا حتى نستخدم نحن الأفق لما يكون الواحد في اتساع في فهمه، شو بنقول؟ أفق واسع أو أفق ضيق. إيش يعني أفق ضيق؟ يعني هالكد بيفهم. إيش أفق واسع؟ أفق واسع يعني بمعنى بيستوعب أحسن وبفهم أحسن وبيستطيع يتخيل أفضل وتفاصيل ويرى، رأيه بعيد لأنه الأفق فيه اتساع وترامي أطراف. الأفق فيه اتساع وترامي أطراف، تمام؟ ما هو الأطراف دائما بتدل على الحدود، فلما يكون الطرف مش مبين كمان معناته حدود بعيدة، ما فيش حدود. طيب إذا يستخدم الأفق في المعنويات مش في الحسي. الأفق أيضا يستخدم في المعنويات مش بس الحسيات، لما نقول إنسان أفقه واسع أو أفقه ضيق، لأنه المعاني الحسية مرات بتدخل في عالم المعنى كمان، لأنه في الأصل الإنسان أول شيء أحس يبدو، ثم تولدت لديه كنت بلاش أدخل في موضوع عادي فلسفي بسبب لنا مشكلة. طب بلاش. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. طيب ولقد رآه، اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى مين؟ جبريل، رأى جبريل عليه السلام. طب وما هو على الغيب بضنين، مين؟ جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه دير بالكم الضمير هنا، لحظة، ولقد رأى هو يعني رأى محمد جبريل عليهما السلام، شيك؟ ولقد رأى بالأفق المبين وما هو، أنو منهم هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام؟ أكثر أهل التفسير أو يكادوا يطبقوا على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا شخصيا مش مقتنع، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، وإنما الآن رجع للكلام على القرآن اللي قال قبل شوي، شو قال؟ إنه من هو؟ قرآن. رجع الآن للقرآن بعد ما ذكر الرسول اللي جاء بالقرآن، بعد ما ذكر الرسول اللي جاء بالقرآن، لاحظتوا ضخامة الرسول؟ ضخامة الرسول. أولا مين المرسل؟ الله. مين رسول الملائكة؟ جبريل. الأوصاف هاي كلها، وهي كلها الأوصاف، يبدو الأوصاف، لاحظوا اللي هي سواء الأمانة، أمين، قوة في حمل الرسالة، منزلة، مكين، بشك، طاعة، كل هذا موجود للرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول مكان عند الله؟ عنده. كان قوي في حمل الدعوة نعم،
أمين؟ نعم. مطاع؟ نعم. شيك الرسول، لاحظوا، رسول من الملائكة في قمة الصفات المطلوبة، يحوز على الكمالات، ثم تكون في رسول يحوز على كمالات بشرية مشان توصلنا الرسالة. انت عارفين شو هذا الكلام كله؟ هذا الكلام كله أولا هو من أجل أن يوضح لنا، ومن أجل أن يوضح للمخالفين، دققوا معي هون، من أن يوضح لنا وللمخالفين إنه هذه الرسالة، هذه الرسالة اللي وراءها كل هذا، شو رأيكم يعني؟ أنا بدي أوقف في وجهها. مين اللي بده يكيد لها؟ لذلك انتوا شو بتلاحظوا اليوم؟ اذا هون مش عم، هون الله سبحانه وتعالى لما بخبر عن عن جبريل وعن الرسول والتفاصيل هاي كلها بالاوصاف هاي كلها، انتوا بالكم مشان يعني بده يقيم عليهم الحجه؟ مش بده يقيم الحجه، مش القضيه بده يقيم على الكفار الحجه، بده يقول لهم ما فيش مجال. اعرفوا مين، اعرفوا ايش هاي الرساله. لما تعرفوا ايش الرساله هاي انتهى الموضوع. انتوا المؤمنين والكفار لازم بيعرفوا انه هذه الرسالة قد ما يكون في تآمر عليها، وقد ما تحاول الشياطين عبر الأجيال كلها، هذه الرسالة بدها تبلغ، بدها تبلغ. مرسلها الرب، رسولها جبريل اللي شفتوا أوصافه، رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، رسولها مطاع في السماء ورسول مطاع في الأرض. خلاص، إيش خلاص يعني؟ كلام. إيش يعني كلام؟ يعني كل المؤامرات وكل المحاولات. ولذلك يا محترمين، يا أما الغرب، الغرب في الفترة اللي كنا فيها إحنا متخلفين، ما دخلت علينا أمراض، ما هي على فكرة قد ما ننشد إحنا للحق نرتفع، ولما نرتخي ما الحق زي حبل، الحق زي حبل تنشد له ترتفع، ترخي تنزل. طيب، المؤامرات على هذا الدين عبر التاريخ كله، وأضخمها في القرون الأخيرة، هاي أضخمها في القرون الأخيرة. ليش أضخمها؟ لأنه إحنا كنا متخلفين، يعني دخلنا في طور التخلف، أمي أصبحت أمية، رجعنا أمية، رجعنا أميين، رجعوا شوفوا شو كان أبائنا وأجدادنا القريبين، ما فيش علم، فقر، تشتت، تفاصيل. الغرب الآن بكوبته وعلومه وكدلنا قرون وهو يخطط، قرون وهو يخطط، إلى درجة، إلى درجة إنه بعض المفكرين من الغرب توقعوا إنه الإسلام انتهى ودخل زي ما قالوا غرفة الإنعاش، وكانوا بيستنوا فيه عبين ما يعلن وفاته. وإذا به بفاجئهم بغزوهم في عقر دارهم. ولذلك شوفوا الآن مش عارفين كيف يشتغلوا، ومنين يتلقوا هذول، مش عارفين كيف يدوروها. مرة جتني صحفية زمان، صحفي فرنسي، بده يكتب حول الصحوة، عن الصحوة. طيب حكينا معها في الصحوة وأسباب، وطبعا هم بدهم يرصدوا، هم بدهم يرصدوا إيش الصحوة وليش الصحوة، هذا زمان. طيب حكينا احنا وياه بالتي زي ما بفهمنا، طبعا هو يعني أنا فاهم شو اللي بده إياه، ولذلك بعطيه يعني بعد سنتين رجع، بعد سنتين رجع قال بدنا نتحدث في قضية الصحوة وأسباب الصحوة. قلت له مش إحنا قبل سنتين حكينا في الموضوع؟ قال آه، قبل سنتين حكينا في الموضوع، بس من سنتين للآن الأمور اختلفت كثير. برصدوا الأمور، عارفين، مع أني أنا مش عارف إنه سنتين كثير، لكنهم برصدوا وبرصدوا وبرصدوا، فلتت من إيديهم وانتهى الموضوع، ما فيش مجال، خليهم يرصدوا إلى يوم الدين. هم برصدوا مشان يضعوا خطط، برصدوا مشان يضعوا خطط.
لكن هم مش عارفين. إذا كان الرسالة إلى هذه الدرجة من الكرامة عند الله، يعني من البشر، يعني أنو شياطين البشر اللي بدهم يحاصروها؟ أي شياطين بدها تحاصرها؟ ما فيش مجال. لذلك أنتم تتفاجئوا فيها كيف تنتشر، تنتشر قاعدة وتقتحم. وعلى فكرة يعني مش كثير، راح تشوفوا العالم كله، مش يعني 100%، لا أقصد يعني يسلموا. ما من اليوم أصلا على مستوى الاقتصاد لما انهزوا اقتصاديا وبدوا يقولوا طب من وين أجانا الثغرات، تعرفوا الآن قاعدين بدرسوا الإسلام واقتصاد الإسلامي وبقولوا وصاروا يصرحوا ليش ما نستفيد إحنا من الاقتصاد الإسلامي. راح تشوفوا بتيجي المسألة جاي 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 جاي. لأنه هذه رسالة. إذا لما كان الله سبحانه وتعالى يوصف هذا الوصف، ديروا بالكم هو مش مشان يقنعهم بالوصف هذا، لا، مشان يقول إلنا وإلهم، إلنا وإلهم هذه رسالة انتهى، جت من الكريم، نقلها كريم إلى كريم، عطاءها لن يتوقف، مش راح يتوقف. منين هي جت؟ من الكريم. مين حملها؟ كريم. لمين أعطاها؟ لكريم. عطاءها راح يتوقف؟ مستحيل. لذلك أنا أذكر زمان هون في بلادنا هون أول محاضرة عامة أعطيتها كانت حول إثبات وجود الخالق في سرية رام الله، واجتمع لها رئيس البلدية وهالناس كلها، يفهم هذا تقريبا عام 69 ماشي. إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، الله لا يعطيكم عافية. أنا بقبلها اليوم هاي الكلام؟ من كل 10 محاضرات كانت يطلبوها الناس 9 منهن إثبات وجود الخالق. إثبات وجود الخالق. والعام اللي بعده 70 أذكر في دار المعلمات برضو إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، إثبات إنه محمد رسول. هلقيت مناقشة الماركسية، الماركسية والإلحاد والماديين والماديات. من فترة يعني من 3-4 سنين في أكثر شوية في صف في محاضرة من المحاضرات عم بقول كلمة ماركسية، ماركسية، ولا طالب بيقول إيش ماركسية أستاذ؟ قلت الحمد لله، لأنه زمان كانوا يتفلسفوا فيها الأولاد الصغار كلمة ماركسية، كانوا يتفلسفوا فيها الأولاد الصغار. ومن هون ومن هون ها طلاب بعد التوجيهي في محاضرة جامعية عم بقول ماركسية، بقول إيش ماركسية أستاذ؟ قلت خلاص بلاش نعرف. مع إنه هذا الكلام قبلها كان إيش؟ فأنتوا الحقيقة إحنا شاهدنا الناس وين كانت، يعني في عمرنا وإحنا صغار لحد اليوم. هذا المسجد هون، الشيخ حيدر رحمه الله، والحج راشد رحمه الله، والحج حمام رحمهم الله، وأنا واقف معهم هون، وبلدي الحديقة هاي في صلاة المغرب مش قادر الشيخ يقرأ ومش سامعينه من الطبل والغناني، وكانوا جايبين المغنيات من بيروت، من بيروت راحت سيارة أعجبتهم لهون يغنوا هون في والحج كل الناس والآخره. تطلع على المساجد ما فيش. لذلك لابدك تقول شو كانت الناس، شو صارت على فكرة، شو كانت شو صارت، راح تدرك بعد كم سنة شو راح تصير. وين كانت الناس؟ بس الآن مش موضوعي، يا ما تحدثنا في هذه القضايا، مش موضوعي الآن، مش موضوعي الآن. إنما هناك قفزات هائلة، لأنه هذا أصلا، لذلك بعد شوية راح تشوفوا في الآيات لما بقولهم فأين تذهبون، نشوف هاي فأين تذهبون لقدام شوي، فأين تذهبون، يعني بمعنى آخر عم بعطيهم شوفوا انتهى الموضوع، اتقاموش وانتوا اجيتوا بعدها ب1400 سنة، شو عم بتشوفوا؟ عم بتشوفوا في مجال لمقاومة الكفر؟ طب هو ما كان في أقوى من مؤامرات الغرب
والغرب تآمر علينا عدة قرون على فكرة، وهو بيعلم وإحنا جهال، هو غني وإحنا فقراء. الآن شو اللي حصل؟ حسمت المعركة لصالح مين؟ الآن محسومة على فكرة، ما هي مش عسكرية، فكرية. لصالح مين حسمت؟ يعني لا يكون قوة فينا إحنا، لا يكون إحنا يعني أذكى منه، لا يكون إحنا بندرس يعني أفضل منه، لا يكون أغنى إحنا، لا يكون لا مش صحيح. قوة الفكرة، أني فكرة هاي. لذلك إذا كانت المسألة زمان كانت تحتاج 50 سنة عبين ما الناس صح. على فكرة قرون، لمدة 150 سنة، لمدة 150 سنة كان الغرب، مطابع الغرب تطبع بمعدل كل يوم كتاب ضد الإسلام. شو معنات كتاب؟ مرات بيكون 20 مجلد الكتاب الواحد، وهم يتآمروا المعدل باليوم كتاب على مدة 150 سنة. هذا غير وغير هذا كتاب. طب هذا غير قضية الإعلام فيما يتعلق بالراديو أو فيما يتعلق بالتلفزيون أو المجلات أو اللي بأخذوهم من عنا بربوهم على إيديهم وبرجعونا إياهم يكونوا أفاعي في حضننا. هو اليوم مشاكلنا من وين؟ إحنا مشاكلنا من وين؟ من الأفاعي اللي الغرب رباها، الأفاعي اللي الغرب رباها، هو اللي بيرتكز عليها الآن مشان يبقى موجود، بيرتكز عليها يبقى موجود. بس ديروا بالكم محسومة، محسومة، ما فيش مجال. لذلك بفاجئهم الغرب الآن، قمم الغرب اللي بتسلم، قمم الغرب. وكن ما قالوا المرأة في الغرب هيك، كن ما قالوا بظلم المرأة، مو بظلم، بتفاجئوا بلا كل المرأة الغربية اللي بتسلم أكثر من الرجل. بيقولوا لها الإسلام بدك، بتقولهم بهمش اللي بيسلم من النسوان أكثر من الرجال. كيف يدوروا؟ كيف يحوروا؟ كيف يتآمروا؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب إذا نرجع، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. انتبهوا الآن، إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. لذلك أرى أنه القرآن لا جبريل عليه السلام ولا محمد. كما مرة، إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. بدنا نشوف طبعا، خصوصا انه جت وراء بعضها، كيف بدك تقول وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم؟ لانه وما هو بقول شيطان رجيم اكيد القرآن. طيب اذا هذا القرآن، كمان مرة، مش هو وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان، ما هو اذا مش محمد ولا جبريل. هنا الكلام عن القرآن الكريم، وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. طيب نشوف قديش معنا، دقيقة. لا خلينا إذا نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله. إحنا دير بالكم الجزء المهم في الربط الآن بين القسم المقسم به والمقسم عليه وجواب القسم، منشوفه في المرة القادمة إن شاء الله، ومنشوف إيش يعني وما هو على الغيب بضنين، وليش بالذات عم بتكلم عن الغيب، ليش بالذات عن الغيب، يعني إيش الغيب، إيش الغيب هنا، وإيش يعني القرآن وما هو على الغيب بضنين. إن شاء الله هذا كله نتحدث فيه في المرة القادمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.